ايه ده عرب بس خد واحد منها روح اوعى يلا شفت منك بكاسة تكفيني العمر كله لكن عمري ما كان يخطر على بالي ان انت تستغل رقدتي وحجة اخويا وتشتري نصيبه في البيت اللي انا اتربيت فيه من وانا عيل صغير وبتشتري نصيبه من ورانا نزل ايدك توحشك ده جزات يا عرب جزات ان انا حاولت اخوك وقويته بعد ما طردتوه بعد ما كان مش لاقي مكان وجعان ومش عارف يتجوز دي جزاتي تعمل معايا انا كده يعمل معايا كده يا حرام شلت من عليك يا جدع وانا هحط عليك وعلى اللي جابك ونصيب اخوها هيرجع ومين بقى اللي هيرجعه انا الفلوس اللي انت دفعتها هترجع لك والضعف من غير يمين لو دفعت 3 أضعاف مش هبيع وقدام الحاره كلها وقدامكم انتوا الاتنين البيت عجبني يا جدع بحري هو يرد الروح قدام الحاره كلها هزيدك بالشعر بيت وهشتري نصيبك ب5 ضعف يا ابن اخوك هو اللي عرض علينا البيع احنا ما غصبناش عليه ولا عايز تلوم حد لوم اخوك ولولا ان انا مش عايز اقل اصل معاك كنت سلمتك للحكومه طب انا قدام ابنك بيغلط نفس الغلطه بيكرر اللي عمله مع محسن صاحبي مع اخويا شقيه بس وعد الله ما هيحصل يا رباح ونعم بالله هو محسن ما باعش بس اخوك باع وانت اللي كنت بتقول طول الوقت انا اللي مني ما يباعش كله بالفلوس كله بالفلوس ايه قولك بقى قول ان انا هدغدغ المحل عليك انت واللي جابك ياخدني اخوانا ياخدني اخوانا عرب ايه عرب ايه عرب ابعد يا عرب ما توري كده وري ما تقدر عرب ما يستاهلش تروح فيه باي حاجه ده لو كررتها تاني يا عرب احبسك يا حاره هحبسه اوعى بيت ابويا قدام عمر ابنك وانا اشتريت ما يصحش عرب يعمل حساب ليا انا زي ابوك متخافش ارجعهولك حلال عليك البيت بس على الورق بس ورينا هتنفذ ازاي البيت ده هتخشه على جتتي ولا هتسجل ولا هتعرف تسجل وحساب اللي انت عملته مع محسن انا مش ناسيه هيرجع عرب بتاع زمان رجع عرباه عرب اللي تغلق عينك وانت صغير فاكره اللي طار عين ابنك اللي خلى ابنك اعور طول عمره عامل لك ايه تاني ما انا لو خدت دي هخليك ضباش هتبقى اكس يعني